المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي تم إقامتها في مصر بالعاصمة الإدارية واللي شهدت منافسات عالمية وكان فيها كمان فروع مختلفة للمنافسة فيها منها فرع الأسرة القرآنية. طبعا احنا كنا في النسخة 30 من هذه المسابقة وهذا الفرع فرع الأسر القرآنية بالمناسبة هو مستحدث في الشرق الأوسط مش موجود في حتة خالص غير عندنا هنا في مصر. طبعا من شأن هذا الفرع أنه يشجع التعاون بين أفراد الأسرة على حفظ كتاب الله وفهم معاني. المشاركة في هذه المسابقة كان من ضمن الفائزين من الأسر هي أسرة الأستاذ صبحي جلال عبد اللطيف واللي شارك فيها ثلاثة من الإخوات هم سامح صبحي ووليد ومحمد اللي مشرفنا في الاستوديو. أهلا بحضراتكم. أهلا بحضراتكم. منورنا أستاذ محمد والأستاذ سامح والأستاذ وليد. طبعا ألف ألف مبروك ليكم. المنافسة بكل تأكيد صعبة لأن بنتكلم في مسابقة عالمية لكن أعتقد أنه الفرع ده فرع محلي مش كده؟ يعني الفرع ده مصريين بس المشاركين فيه. طيب بداية رحلتكم مع حفظ كتاب الله بدأت إمتى؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد صبحي جلال. بدات حفظ القران الكريم في سن مبكر جدا في كتاب القريه. كان بدايتي مع جدي الشيخ جاد حميده الشملول رحمه الله تعالى، وبعد كده اتنقلت لكتاب الشيخ عباس، وده اللي اتممت عنده حفظ القران الكريم، وكنت قد اتممته في سن ال11. ما شاء الله. طب استاذ سامح. برضو سامح صبحي جلال. بدأت برضو في نفس الكتاب اللي هو تبع اللي هو جدي الشيخ جاد حميد الشملول. راح زمن الكتاب للأسف. لا ممكن لازال دلوقتي فيه يعني. ولا لسه موجود في القرى برضو؟ لا موجود حاليا فيه. موجود في كتاب. مش موجود بشكل الكتاب بتاع زمان. أيوة. في ناس أفاضل والله يعني لهم فضل في الشباب كثيرة في البلد. موجود يعني بتطور بشكل متطور شوية كمان. البركة فيكم بقى. ربنا يعزك حضرتك. فبدأت برضو في نفس الكتاب فختمت برضو في بين الحادية والثانية عشر في نفس الرينج ده يعني. بعد المرحلة الإعدادية في نفس الكتاب برضو تعلمت على يد اللي هو عم والدتي حفظ القرآن الكريم، وبعد كده انتقلت معاه برضو لمرحلة تجويد القرآن وقراءته بالأحكام. وما انساش برضو فضيلة الشيخ محمود فخر، كنت برضو قرأت عليه ختمة، وكلهم كانوا ناس يعني ما شاء الله كان عندهم سعة صدر في التعليم والصبر على الطالب بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طيب أستاذ سامح، يعني حضرتك الكبير و كواليس المسابقة أعتقد فكرة التنافس في حفظ وتلاوة القرآن الكريم مش سهلة أبدا، وأكيد حتى المشاركين فيها كمان كلهم يعني مستوى جيد جدا، وفي منافسة تبقى قوية خاصة المسابقة مش يعني مش محلية فقط. لو حضرتك تكلمنا عن الكواليس، كواليس المسابقة. في البداية المسابقة يعني تشمل فروع كتير من القرآن، مش ليس حفظ القرآن فقط، حفظ القرآن بتجويده، فهم معانيه، الكلمات الصعبة اللي موجودة في المصحف، علاوة على مقاصد السور، السورة دي عشان إيه وإيه هدف السورة دي، مثلا سورة بتتكلم عن التوحيد الخالص، سورة بتتكلم عن المنافقين، سورة بتتكلم عن القتال، سورة بتتكلم عن المواطنة، ففي كل سورة لها مقصد. ده كان برضو جزء في الامتحان. في برضو التفسير، كان بيجيب لك مثلا سؤال تفسير ايات معينه يقول لك ايه المقصود بالايات ديت واشرح وتكلم عنها، ممكن ايه نزلت في صحابي، ايه نزلت بتتكلم عن هدف معين. فالمسابقه مش عشان الناس يعني تفهم حتى فرع الاسر القرانيه بيتضمنها كل الاسئله دي. كل الاسئله دي بتبقى في الامتحان في التحرير وفي الاخر برضو يعني امتحان شفوي. علاوه على ذلك ان المسابقه كان فيها ناس يعني ايه متخصصه. فيها ناس مثلا كان في ناس مثلا منهم في لجنه المصحف طالب محكمين، لا ناس متسابقين خريج كلية علوم القرآن وكل حياته في القرآن. صعب المنافسة أكتر. صعب طبعًا. المنافسة لو على إن كان في ناس أئمة وخطبة، وإحنا طبعًا ليسوا أئمة، إحنا مش تخصص أزهري خالص على فكرة. مفهوم. إحنا كلنا تعليم عادي، أنا ومحمد وليد تعليم عادي مش أزهري. أنتوا أول مرة تشتركوا في المسابقة؟ لا إحنا اشتركتوا قبل كده؟ لا المرة اللي فاتت اشتركنا، فكانت أول مرة تعمل مسابقة وكانت تاني مرة لي. المرة اللي فاتت اشتركنا. فما حصلناش على اي مستوى يعني. يعني كنا دخلنا كام امتحان كده بس ما وصلناش للنهايه. اسره برضو ولا كنتوا دخلتوا في فرع من الفروع الثانيه؟ لا كان اسره برضو. اسره برضو. فالسنه دي الحمد لله يعني ايه دخلنا يعني تصحيح نيه. خلاص بقى لا انت مستعد. تعديتوا بقى. وجود الناس اللي معاك برضو حفزتك ان انت ففي كان في ناس ائمه وخطبه، والناس الائمه والخطبه كل حياته في التفسير والقراءه كان شغال برضو اساتذه معاه. وفي ناس كان في استاذ مساعد في التفسير كان داخل برضو باسرته.
طبعا ده صعب المنافسه اكيد. علاوة على ان الامتحان نفسه صعب، الامتحان التحريري خاصه صعب. طب خلي بقى الاستاذ محمد يحكي لنا بقى عن الامتحان التحريري. لا الامتحان التحريري ده امتحان لوحده حكايه. استاذ محمد حضرتك اصغر واحد. يعني الامتحان التحريري كنا بندخل مثلا هو كان كله مشابهات، مش مثلا جزء معين وتبدا بيه، لا هو مثلا كلمه معينه في المصحف موجوده كذا موضع تجيبها وبالترتيب، يعني مش بترتيب الصور طبعا. يعني كل ما تكتب بالترتيب تاخد الدرجه. الموضوع ده قبل ده قبل ده، وتكتب بعد كده مثلا 10 ايات بعد كل موضع. ده طبعا صعب لان الموضع اللي انت هتكتبه حضرتك هيدخلك تاني في متشابهات تانيه بعد الايه اللي انت جايبها. يعني ده هيدخل يعني امتحانات طبعا صعبه جدا. طيب استاذ وليد، يعني زي ما سمعنا من استاذ سامح اشتركت في المسابقه النسخه اللي فاتت واشتركت كمان النسخه دي واستعديتوا بقى في الفتره دي، الاستعداد كان شكله ايه بقى؟ النسخه دي كان لها كواليس تانية جدا تختلف عن اللي فاتت. كان في استعداد، كان ما كناش ندرك يعني كميه المنافسه او الاسئله اللي تتعرض ليها. انا بشكر وزاره الاوقاف ومعالي الوزير على الامتحانات اللي بتتحط في القران تخلي الانسان دايما يكون في مراجعه ومداومه للقران، وده صنع شيء جميل جدا في مصر في بلدنا. يعني بحس ان الائمه مستواهم مرتقى جدا، الناس المحفظين انشأوا مراكز لتحفيظ القرآن. كل ما تلاقي ان المنافسه قويه والامتحان شديد انت بتلاقي نفسك لازم تكون مستعد جدا، ممكن من قبلها بفتره جامده. ده لو عن ذلك لما بتكون اسره، يعني تلاقي كل البيت كله يعني كل شغلنا تواصل على الواتس مثلا، اتصال قاعدين مع بعض، رجعت ايه، قرأت ايه، واحد جاله موضع معين، كل ده كان له دور. ما انساش بقى الجزء بتاع التفسير ده مهم جدا. يعني بيغير اتجاهك لحاجات تانية، او ممكن تكون انت فاهم فهم خاطئ لآية او معنى كلمة معين. صح. ده بيخليك ان انت تقرأ، ومش هتقتصر القراءة على الامتحانات بس، لا ان انت بتطلع ان انت تتعلم اكتر وتفهم اكتر. وتفهم مش اكتر، مش انت بس اللي تفهم كمان، اكتر من تفسير ممكن بدون منافسات. يعني بيحط يعني معالي الوزير بيحط الناس وشباب يعني على الطريق ان انت لازم لا تفهم الصح، يعني ما بقاش حافظ القرآن كده وخلاص. لا طالما انا كنت فاهم غلط، لا انا ابحث على بقيه الحاجات وابحث على كل حاجه. طب احنا عندنا كم اسره في المسابقه؟ وكان متقدم 51 اسره في التصفيه الاوليه على مستوى الجمهوريه. طبعا كان مع كميه الامتحانات كان اخر تصفيه كانوا 10 اسر، بعد كده معالي الوزير خلاهم 7 اسر، بعد كده اللي دخلنا التصفيه النهائيه كانوا 7 اسر. 7 اسر كانوا 5 اسر. الاسره مكونه من جواز. من اب قد يكون اب واثنين ابنائه او ثلاثه اخوات او واحد ولاد. وينفع ثلاث اخوات ينافسوا اسره كامله من اب وام وابناء؟ أيوة. ولا برضه لازم يكونوا ثلاثه بس؟ هو اسم المسابقه اسره. ممكن مثلا ثلاثه اخوات او واحد ولاده بس. بس طيب. العدد أصلاً. العدد ما يقلش عن ثلاثه. ما يقلش عن ثلاثه. طيب تحبوا نبدا مع مين من حضراتكم لو يعني تطلعوا علينا ببعض الايات من الذكر الحكيم؟ اللي مع المايك. استاذ محمد انتوا دبستوه على فكره، وقلتوا له المايك من الاول عشان يبدا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سنون صدق الله العظيم. الله عليك، مدرسه الشيخ عباسط دي وقفاته صح وجواباته مش كده؟ بتشتغلوا ايه طيب انتوا الثلاثه؟ حضرتك ممكن تخش كده اسره قرانيه الشيخ عباسط. لا مش للدرجه دي. بتشتغلوا ايه؟ انا في العلاقات العامه في وزاره الاوقاف. عظيم. احنا برضو ملمس مع الوزاره يعني. ربنا يبارك في حضرتك. انا بشكر الوزاره على المجهود اللي فيه، والله وصلنا لحاجات كتير يعني. حضرتك باحث بالمركز القومي للبحوث، حصلت على الدكتوراه من جامعه موسكو الحكوميه. ما شاء الله. وحضرتك حصل على بكالوريوس هندسه البترول في جامعه السويس. طيب ناخد بقى نسمع الاستاذ محمد الاصغر الاعضاء سنا وبعدين بقى نختم مع حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. فتح الله عليك أستاذ سامح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب دايما لما بيكون في حد في البيت حافظ لكتاب الله ده بيشجع أكتر الأبناء، فهل مثلا الوالد أو الوالدة حد من الأقارب مثلا كان حافظ لكتاب الله وده اللي شجعكم أكتر أن أنتوا تحفظوا وتتقنوا الحفظ وتدخلوا مسابقة؟ ده هو كان الجد المباشر يعني عم والدتي على طول، هو كان فاتح مكتب التحفيظ
فكان هو دائم الزيارات لينا في البيت، وكنا دائما الزيارات عنده، وكنا فكان في علاقه قويه بينه وبين والدتي. فده اللي كان حافز كثير، حتى لما كنا نهمل في القراءه شويه او في الحفظ كان يشد علينا. فهو ده اللي كان هو الدافع بعد الوالد والوالده اصرارهم على الحفظ يعني والمتابعه. طيب استاذ وليد، يعني كان في اكيد صعوبات واجهتوها في المسابقه، ايه ابرز الصعوبات اللي واجهتوها في خلال المسابقه؟ مسابقه حريري يعني في شده في الامتحانات، يعني دي كانت ابرز حاجه ولا كان في المنافسه؟ يعني والمنافسه يعني كان يعني انت لما تلاقي مثلا اول امتحان تحريري 51 اسره مقدمين، تقول يعني انا في كل ده. بعد كده لما توصل للنهائي وتلاقي بقى بتعرف بقى تخصص كل واحد معاك. انا اللي فازوا بالفرع الاول كانوا ثلاثه ائمه، تقول انا الفرع الثاني كان فيهم استاذ تفسير اللي هو خد المركز الثاني، الثالث كان راجل في لجنه المصحف، وكانوا يعني تحس ان المنافسه كانت قويه قوي. كل الاسر اللي بعدينا برضو تلاقي برضو يعني يا امام يا في جامعه الازهر يا واعظ بالازهر، واحنا بقى تخصص بقى غير ازهريين. بس ما شاء الله كمان انتوا الثلاثه يعني كل حد فيكم بيشتغل في مكان مختلف. طبعا انا مش عارفه هل انتوا مقيمين مثلا مع بعض في نفس البيت؟ يعني انتوا ازاي قدرتوا ان انتوا تستعدوا لهذه المسابقه مع بعض؟ انتوا بتسمعوا لبعض مثلا، بتراجعوا لبعض؟ وليد ومحمد كانوا بيراجعوا لبعض، انا ومحمد كنا مع بعض. بس حضرتك سايبهم؟ هو عنده ابنه بيسمع عليه، هو عشان كده كان على ابني، وممكن زوجتي برضه ليها برضه باع كبير وفضل كبير برضه ما شاء الله. دي اسره بالمناسبه، اسره قرانيه هتنضم ان شاء الله للمسابقه. هيسيبنا بعد كده اسره واخلع منها. طبعا هتخلع بقى هيخش اسره لوحده نفسه باخويا الثاني. انا اخ الحمد لله ثاني حافظ القران بقى ما شاء الله. طب ما دخلش معاكوا ليه المسابقه؟ واحنا قلنا بقى قال لنا هو لسه بيدرس في هندسه الازهر دلوقتي. فاستاذ سامح اول ما هيخرج من الاسره هي اخوكم الرابع بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انتوا طبعا يعني مشرفتونا في صباح الخير يا مصر، والحقيقه يعني شباب مشرف، وحرصكم على حفظ كتاب الله وان انتوا كمان تدخلوا منافسه زي دي وترفعوا اسم مصر. طب لو دخلوا بقى في الفرع الاول مين يفوز فيهم؟ الفرع الاول كل واحد لوحده بقى مين يفوز؟ دول الاثنين مستبعدين عشان السن. السن فهي بتاعتك يعني، هي كده كده بتاعتك ان شاء الله. روح شفت روحي التنافسيه عند استاذ محمد عاليه قوي. الفرع الاول لازم يكون ما يعديش 30. انت استاذ محمد انت لسه قدامك الفرصه. كل التوفيق لحضراتكم، وانتم شايلين مسؤوليه كبيره قوي على فكره الفتره اللي جايه، بما ان انتم الفائزين في هذه المسابقه بالمركز الاول، متقنين لكتاب المركز الرابع في عفوا في الفرع السادس في الاسره القرانيه. فدي حاجه طبعا مهمه جدا، بتخلي فيه مسؤوليه كبيره للاجيال القادمه في اننا نوصل اللي احنا اتعلمناه وحفظناه وطريقه التفسير كمان المبسطه للاجيال القادمه. شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفتونا ونورتونا الاستاذ سامح والاستاذ وليد والاستاذ محمد صبحي الفائزين في المسابقه العالميه للقران الكريم في فرع الاسره القرانيه. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا.